هاي، عايزه اعمل معاكم كويك جيت ريدي وذ مي كده وانا رايحه البحر. اول حاجه بعملها بميك شور ان انا وشي متنضف قوي بالفيشل كلينزر. في بقى فيشل كلينزر اي جوت من ديوك، تحفه تحفه. احلى حاجه فيه ان اتس اول ناتشرال، وبلس يا جماعه ريحته تحفه، نعناع كده. انا بحب اي حاجه فيها ريحه النعناع او التي تري اويل. دلوقتي انا هابلاي بقى في الحته دي. اروح اقشط اقف، مش قادره اقول لكم قد ايه احس وشي مسدود وتحفه بجد. اتس اميزنج وات هاز ان انستنت افكت حلو قوي. تاني بقى ستيب، والستيب برايل الاخيره، اني بحط سان بلوك عشان يكون مش بيدي كيكي افكت. انا عارفه ان السان بلوك مش فاونديشن، بس في سان بلوك كده تحس ان انت حتى فاونديشن على وشك. ده احلى حاجه فيه ان هو مش بيدي الافكت ده خالص. اتس فيري، بصوا اتس فيري كريمي كده وبيبلند بسرعه. بلس ان هو وده اهم حاجه فيه، بلس 50 اس بي اف. بصوا يا جماعه هو صراحه اميزنج. بس كده دلوقتي ذا فاينل ستيب تنت بيب. انا بحب اسمه قوي، هو كده كده البراند ديوك، بس اللاين بتاع التنت اسمه بيب. اسم صراحه كيوت قوي. احلى حاجه في البرودكت ده بقى شكل لبس الايتم كمان، غير بقى ان هو ناتشرال وريحته تحفه والاويلز اللي فيه، ان هو البيجمنت بتاعته عاليه قوي، في اكشلي دونت نيد لوت. يعني بصوا البيجمنت بتاعته عاليه ازاي، بصوا البيجمنت بتاعته عاليه قوي كده، بيدي جلو كده، والبيجمنت بتاعته زي ما قايل سيد بيفور عاليه قوي. بصوا تحفه صراحه.